هل تعتقد أنه مصر في وضع استثنائي؟ يعني شوفي، أعتقد أن مصر كانت في وضع استثنائي، والآن أو مع بدء الولاية الثانية أو الفترة الرئاسية الثانية للرئيس، أظن الوضع الاستثنائي أصبح وضعا طبيعيا أو أقرب إلى الوضع الطبيعي، لأنه في الفترة الأولى كنا خارجين من اللي الناس كلها عارفاه، ومن أول الأهم أنه خارجة من حكم جماعة دينية لم تفرق بين أن تكون جماعة خارج الحكم وبين أن تكون جماعة في الحكم، بين أن تكون جماعة بتعمل لأعضائها وجماعة عليها أن تعمل لأبناء الوطن كلهم وهي في الحكم. المهم يعني ما عاناه المصريون في فترة الإخوان، وبعدين لما جت ثورة 30 يونيو 2013 والفترة الأولى للرئيس، أظن أنه كنا أمام وضع استثنائي، لأن كنا مش فقط خارجين من وضع استثنائي لحكم الإخوان، وإنما بنواجه أيضا وضع استثنائي اللي هو في مواجهة الإرهاب كظاهرة، مش بس مصرية ولا إقليمية وإنما عالمية أيضا. لكن مع بدء الولاية الثانية أو الفترة الثانية للرئيس، أعتقد أننا علينا حتى إحنا أن نتحول ولو تدريجيا من الوضع الاستثنائي إلى الوضع الطبيعي الذي تكون فيه هناك أغلبية لها رأيها ولها رؤيتها التي تحترم، وأيضا أقلية لها رأيها ولها رؤيتها التي تحترم كذلك. لأنه لما كنا زمان نقول المعارضة جزء من النظام، ده كلام من كتر تكراره الناس قال يعني خدوه كأنه كلام إنشائي، لكن هو كلام في المضمون. يعني ما لم تكن هناك معارضة يبقى مفيش نظام، هو لأنه المعارضة دي ممكن بكرة تحكم، وبالتالي والنظام أو الحزب اللي بيحكم يعني يبقى في المعارضة، ثم توجد انتخابات فيعود الحزب الذي كان يحكم إلى الحكم. فضروري أنه إحنا كمصريين ندرك أنه الوضع الاستثنائي اللي فرض علينا في الأربع سنوات اللي فاتوا كان وضعا يعني طارئا، وأنه ليس أمامنا خيار أن نعيش هذا الوضع الاستثنائي لأربع سنوات أخرى، وعلينا أن نتحول منه إلى وضع طبيعي يكون فيه هناك مؤيدون ويكون معارضون لهم رأيهم الذي يجب أن يحترم ويعتبر، وألا تخون أو يخون رأي المعارض. يعني الرأي المعارض ما دام بيتكلم على أرضية وطنية واحدة، فرأيه يجب أن يكون موضع حساب وله اعتباره. تمام.